هموت واعرف عمرو اديب طالع من لندن ليه. انا ما خدتش بالي غير هنا والله، ولا شفتش البتاع ده. ايه اللي مطلعه من لندن؟ لا انت قضيت اغسطس كله في لندن. لا انت يا معلم، استوديو تصويري ما يطلع من اي حته يعني، مش مهم. انا ما عنديش مشاكل، انا عندي مشكله. هو ايه اللي مقعده في لندن لحد دلوقتي ليه؟ يعني في حاجه عمرو ولا حاجه؟ يعني انت قاعد في لندن ليه؟ انت احنا النهارده 10، النهارده 10 صح؟ النهارده 10 تقريبا، 10 سبتمبر. نقدر نقول لعمرو اديب حمد لله على السلامه؟ لا لسه. ليه؟ لانه قاعد في لندن. هو رجع البرنامج لكن هو ما رجعش، لانه زي عادته وشه بيطبل الحقيقه عنده وشين، ويزمر زي ما شفنا في موضوع اشرف مروان كده، ووش تاني حذر ويعمل نفسه ديمقراطي، وانه موضوع الانتخابات وما ينفعش يا جماعه. العب كده دي ايه؟ على فكره يا جماعه انا قلت الكلمه دي من كام شهر، وفي ناس كتير زعلت مني عشان كده. نقلق من الوضع ده يعني؟ ماشي ازمه اقتصاديه وبتاع، وكلنا واقفين جنب بعض ونشوف نعمل ايه وايه الحكايه وايه الاسباب وبتاع وكده، انما اللي بعد كده ده احنا ما اعرفش بقى. انتوا ناويين، لو ناويين يا جماعه تعملوا الموضوع ده قولوا لنا، قولوا لنا والله. لا هي بقى هتبقى ايه؟ هننزل نجري ورا بعض في الشوارع تاني؟ ننزل نجري؟ ماشي خلاص قول لي بقى، عشان انا كبرت قوي، انا داخل على 60، مش هجري ورا بعض ولا حد يجري ورايا في الشارع. خلاص انا مش عايز الكلام ده. الانتخابات الرئاسيه الناس موجوده، وعندي طلب هيضايق ناس كتير، وانا واضح اهو وش. وعلى فكره انا في لندن وراجع بكره او بعده، انا لا هربان ولا موقوف، علشان بس الناس تفتكر. وانا الكلام اللي بقوله ده بقوله في مصر وفي كل حته، انا في لندن في شغل، فانا مش بره لندن فهربان فبقول كلام. لازم بعد اسبوع اتنين تلاته تتوقف الوسائل الاعلاميه المملوكه للدوله عن تأييد اي مرشح. تغطيه اخبار اي مرشح هذا امر افهمه، انما ان تصدر صفحات جرايد ومحطات وتقول احنا مع فلان ده مش هينفع. والله يا عمرو كويس طمنتني انك راجع بكره، والله اول مره اسمع يا عمرو. بس انت كنت في شغل بيزنس يعني، غير انك انت مذيع صح؟ ربنا يدينا يا سيدي. على اي حال عمرو اديب بيقول لك كلام محترم بالمناسبه، انه يعني الدوله الاعلام الحكومي او الاعلام ما يقفش جنب حد بالشكل ده ويغطي اخبار بس. سؤال زي مين؟ قال زي تركيا؟ اه تركيا، تركيا دلوقتي بقت دوله ديمقراطيه. أردوغان دلوقتي بقى راجل ديمقراطي. أردوغان دلوقتي بقى فرخة بكش، بقى حاجة كويسة يعني. مش كنت الأول ده عمرو؟ أردوغان الطاغية وأردوغان اللي كذا أخيرا بتشهدوا إن انتخابات تركيا كانت انتخابات نزيهة، وإن التغطية الإعلامية كانت محايدة. أخيرا يا عمرو، أخيرا بعد ما صوتنا اتنبح في 60 انتخاب. النهاردة بتضرب المثل بالانتخابات التركية اللي فاز فيها أردوغان. أنا أقول لك ليه بقى، لأنه أردوغان التقى الرئيس التقى السيسي في قمة العشرين. أردوغان سلموا على بعض والتقوا مع بعض. الصورة اهي، ومش بس كده، ده في اجتماع ضم ممثلين من الجانبين أهم. شوف شكلك جعر جعر يعني، جعر قوي. بص يا عيني ولابس جزمة 10 سنتي الكعب ومش نافع برضه. المهم يعني، ما هي مش بالقصر والطول، في واحد طويل وهنتول، وفي واحد قصير وجامد قوي يعني، زي قرن الفلفل كده. في قرن تلاقيه قد كده وما بيعملش حاجة، في قرن قد كده ويلسوعك انت، ولا طولت ده ولا ده. المهم لا، في اجتماع بقى بين الجانبين التركي والمصري، قاعدين مع بعض، قاعدين مع بعض في اجتماع رسمي. هي دي في السي ان ان اهو، اهم يا حضرات اهم، العب الصوره اهي. قاعدين مع بعض، وادي مدير مكتب السيسي اللي هو بقى مدير مخابرات، وادي السيسي، وادي شكري اللي كان بيلعن في تركيا، وادي اردوغان، وادي وزير خارجيته اللي كان مدير مخابرات اهم. بصوا يا حضرات، قعدوا مع بعض. فدلوقتي بقت تركيا كويسه، انما زمان كان ده الراجل ده ديكتاتور. حريتي يا عمرو اللي بيطالب بيها، الحريه اللي بيطالب بيها اديب مجرد طق حنك